بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. دلوقتي هناخد مراجعة على الدرس الرابع عشان نطمن إن احنا فهمنا الموضوعات بتاعته كويس. السؤال الأول أكمل: نقط يتكون من أجهزة متصلة بالإنترنت عن طريق الواي فاي. أجهزة متصلة بالإنترنت عن طريق الواي فاي ويمكنك التحكم بها سواء كنت في الغرفة نفسها أو في مدينة أخرى. طبعا هنا بيتكلم عن إنترنت الأشياء. 2. نقط هو تقنية شبكية تربط الأجهزة المحمولة اللاسلكية عبر مدى قصير. فاكرين عبر مدى قصير ديت؟ يبقى الإجابة هنا البلوتوث. 3. نقط تساعد ذوي الهمم في القيام بكل ما يحتاج إليه من كتابة الأبحاث والوصول إلى المستندات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهم. الإجابة هنا طبعا قارئات الشاشة. 4. من الأجهزة المنزلية التي تتصل بالإنترنت السماعة البلوتوث أو مكبرات الصوت البلوتوث، وعندنا الثلاجة الرقمية، وعندنا الغسالة الرقمية والكاميرا الرقمية كمان. 5. يجب قبل شراء أي شيء من الإنترنت التفكير فيه. فاكرين إحنا قلنا في الدرس إن حاتم كان قبل ما يشتري أي حاجة من الإنترنت لازم إن هو بيستأذن باباه ومامته وهم بينصحوه قبل ما يشتري حاجة إن هو يفكر في إيه؟ في الخصوصية الإلكترونية. طيب ده علامة صح وعلامة غلط. 1. ساعدت قارئات الشاشة ذوي الهمم في القيام بكل ما يحتاجوا إليه من كتابة الأبحاث. طبعا إجابة صحيحة. 2. طريقة برايل تصعب القراءة على ذوي الهمم. طبعا غلط، ده بالعكس، ده طريقة برايل بتسهل القراءة على ذوي الهمم عن طريق اللمس، بيقدروا يفهموا ويقروا الكلمات اللي مكتوبة. 3. يتم استخدام قارئات الشاشة للحصول على ردود الفعل الصوتية. إجابة صحيحة طبعا، لأن احنا قلنا قارئات الشاشة دي بتقرأ اللي مكتوب على الشاشة وتنطقه، فبناخد ردود الأفعال الإيه الصوتية فنفهم اللي مكتوب على الشاشة. 4. لا يوجد أدوات منزلية يمكن أن تتصل بشبكة الإنترنت. طبعا الكلام ده غلط، لا ده احنا عندنا كتير من الأجهزة المنزلية الرقمية دي ممكن تتصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي وتكون حاجة اسمها إنترنت الأشياء. بكده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا على الدرس الرابع. بتمنى تكون الأسئلة سهلة، وأتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس. لو في أي أسئلة أو أي استفسارات ابعتولي في الكومنتات وأنا أجاوب عليكم على طول. بتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.